إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفريق طبي قام باستخراج جسم غريب من معدة طفلة بعمر 3 سنوات. الجسم الغريب يتمثل في قراصة شعر ابتلعتها الطفلة أثناء انشغال والدتها. وحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحادثة وقعت في الجزائر، وبعد البحث في الأمر مشاهدين تبين أن الحادثة وقعت في العراق بمستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب، حسب بيان قامت وزارة الصحة العراقية بنشره. كما تشاهدون هنا في الصور مشاهدينا، الطفلة كانت بصحة جيدة بعدما تم استخراج الجسم الغريب وتكللت العملية بالنجاح، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا بشدة الأم. لنتابع بعض التعليقات. إذن معلق يكتب: تصرى لأي واحد حتى لو كانت الأم جد حريصة، ذراري واعرين غير اللي ما جربش التربية صعيبة بزاف، تغفل دقيقة تلقى كارثة. المهم الله يكون في عون جميع الأمهات. هذا رأي على الانستغرام. ونتابع رأي آخر: تحية للطاقم الطبي الذي أجرى العملية، والله يشافي البنت إن شاء الله، ونرجو من الآباء والأمهات الانتباه إلى أولادهم فهم نعمة من الرحمن. ونتابع سهام تقول: رانا نشوف إهمال كبير في هذه الآونة الأخيرة، الله مستعان. ونتابع آخر تعليق وآخر ليما تقول: والله ليس بإهمال، قدر الله وما شاء فعل، أنا أم وأحكي عن تجربة.